بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسولين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا طار الله وابن طارين والبتر الموتون، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلمان لمن سالمكم وحربان لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله أم مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وانجمت وتنقبت لقتالك، بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك
وأكرمني أن يرزقني طلب فارك مآئم من منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيما بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره. عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم بموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحر وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلمان لمن سالمكم وحربان لمن حاربكم وبليا فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب أثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله من صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبرك به بنو أمية وابن آكلة الأكبار اللين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة.
أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللأن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لبو على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتلهم. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا تعلم الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللأن مني فابدأ بي أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البروز وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.